وقف استيراد بعض الأدوية ومنح المصنعين الصيدلانيين المحليين الأولوية في إنتاجها دفع بهؤلاء إلى مطالبة الجهات المعنية بفتح سوق الإشهار أمامهم للتعريف بمنتجاتهم بغية زيادة هامش ربحهم. واليوم المنتجين الجزائريين راهم يصنعوا أدوية اللي ما يعني اللي أدوية تاع أمراض خفيفة اللي ما يقدروش يديروا عليها يعني بيبليسيتي، والأسعار تاعها يعني كما الأسعار تاع الأدوية حابطة، والجزائريين في نفس الوقت راهم يشوفوا يعني في التلفزة قناة أجنبية يديروا بيبليسيتي على أدوية يعني تاع الخارج، والجزائري هنايا في بلاده ما عندوش الحق باش يدير بيبليسيتي على الأدوية المصنعة محليا. هذه يعني احنا طالبين باش يكون يعني القانون تاع الصحة ينحينا هذا المشكلة. في المقابل تسيل التسهيلات التي منحتها الحكومة في مجال الاستثمارات الصيدلانية من خلال سياسة التأمينات وانخفاض أسعار الأدوية لعاب المنتجين الصيدلانيين الأجانب رغم القاعدة 51-49. هي كما نعلم السوق الجزائرية هي سوق واعد، يعني سوق واعد جدا للأدوية، وش يشجع المستثمرين هي سياسة الصحة في الجزائر، يعني الرومبورسمون يعني إمكانية التعويض للأدوية. تأطير الأسعار ومراجعة الإطار القانوني مع ضرورة فتح الإشهار أهم ما يرافع عنه المصنعون المحليون اليوم.